انت مش متخيله انا عملت فيه ايه. بهدلته يا جميله، مسحت بيه الارض. قعد يعيط ويعتذر ويتاسف زيه زي العيال الصغيرين. وايه كمان يا ماما؟ مطلوب مني اعمل ايه بعد كل اللي انت قلتيه ده؟ لا فهميني، اصل انا ساعات بيبقى استيعابي قليل. خلاص بقى يا جميله حبيبه ماما، ده انت العقله اللي فينا. ما خلاص خلاص، هو ايه ده اللي خلاص يا ماما؟ انت فعلا عايزاني اتنزل له بعد كل اللي عمله فيا؟ طب يا ستي بلاش، انا بقولك بيسرق بنتك، بيسرقها، ومش بعيد يكون كان بيسرق بابا الله يرحمه، وانا متاكده من حاجه زي دي. لو رحت المكتب ورجعت الحسابات انا هلاقيه عامل بلاوي، ولعلمك بقى انا هفضل وراه لغايه ما دخلوه السجن واثبت كل ده. تدخلي مين السجن؟ تسجني جوز اختك؟ امال هو كان عايز يعمل معايا ايه؟ هو مش كان عايز يسجني برضو لما اتهمني بالتزوير وراح عمل لي القضيه؟ ومين اللي خلاه يتنازل في نفس اليوم؟ مش انا برضو؟ انا عمري ما هسمح يا حبيبتي ان احنا نقف لبعض في المحاكم. جوز اختك غلط، شيطانه غلبه وقل ادبه عليكي، وفاق وندم وعقل واعتذر. نعمل ايه؟ نقتله؟ نعدمه يعني؟ لا نعمله ايه؟ هو يا دوبك داس على رجلي وعمل حاجه، ولا اقول لك تعالي نسقف له، نسقف له ونديله جايزه. بس انت الحقيقه عملت غلطه واحده بس صغيره، انك ما عرفتش تمضي جميله غصب عنها وهي عندك في البيت. انت متخيله كان عايز يعمل ايه؟ يا ماما ده لو كان مضاني انت شخصيا ما كنتيش طولتي مليم. ما يقدرش شريف، ما يقدرش يعمل معايا كده يا حبيبتي. والله لو شفتيه بعد ما نزلتي كان هيصعب عليكي. ده عيط عياط، ده وط على ايدي يبص عشان اسامحه واخليكي تسامحيه. مفيش فايده اسامحه. هو انت يا ماما بقيتي بتفكري ازاي؟ لا بجد انا هجيب لك من الاخر، انا لا هسامح شريف ولا هتنزل. معلش بقى ما تزعليش مني يا ماما، انا اسفه جدا، انا مش مسامحاكي انت كمان لا على وقفتك جنبه ولا اللي عملتيه مع بابا. عملته مع بابا؟ قصدك ايه؟ لا يا جميله، خلي بالك من اللي بتقوليه يا حبيبتي. انت اكتر واحده في الدنيا عارفه قد ايه انا ست محترمه. متهيألي الست جاتلك ووريتك المكالمات والفيديو، وانت عارفه انهم مزورين ومتفبركين، واللي فبركهم الراجل المهندس عشان يضغط عليا وياخد مني شغل المدرسه غصب عني. وجاتلك متهيألي وقالتلك الكلام ده. هي جاتلي فعلا، جاتلي وقالتلي وورتني كل اللي يثبت ان انتي في علاقه بينك وبين الراجل ده. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.